السلام عليكم، شرحوا لكم ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في اليوتيوب تشانل دي. نعرف اللي عندي برشا ما عملتلكمش فيديو جديدة، اما ان شاء الله من توا باش نولي كونسيستنت ونعطيلكم اوموا فيديو في الجمعة. الفيديو تاع اليوم باش نحكي لكم على الاكسبيرينس نتاعي مع البي ار بي والميزوثيرابي الشعري. حكيت لكم عليه قبل برشا في الانستغرام، وعملت فلوج البريود اللي فاتت حكيت لكم شوية، اما توا كملت البروتوكول بتاعي ونحب نحكي لكم على كل شيء بار ديتاي. قبل ما نبدا نحكي لكم على لي ديتاي الكل، حبيت نعطيكم الهيستوري بتاع شعري، على خاطر شعري خفيف عنده برشا عنده سنين، حبيت نحكي لكم على كل شيء من الاول. دونك كي كان عمري ما بين 13 و 14 سنه، شعري طاح البارتي هذي وطاح على الاخر وصلت البوان ما عادش نجم نخليها كيكا، ديما نلبس شابو بوني فولار، حاسين وصل لتا خايب على الاخر. وقتها مشيت الطبيب عطاني دي فيتامين، صحيح شعري رجع الحمد لله يا ربي، اما رجع ما رجعش كما عادة، خفيف على الاخر. كي كنت صغيرة شعري كان غزير على الاخر وبكلي وطويل. طبعا حضركم تصوروا انا صغيرة يضحكوا شوية هما، اما مش مشكلة طبعا نحطهم لكم. دونك الحمد لله يا ربي شعري رجع، اما رجع خفيف. دونك كبرت شوية وليت نصبغ في شعري، كل مرة نجرب في كولور زاد الكاليتي نتاعو مشي، مشيت وتهلك وهو من عند ربي شعرتين وشعره، زاد كملت عليه انا. وبالنسبه للعبيد الجدد والا العبيد اللي اول مره يتفرجوا على الفيديو تاعي، عندي 8 شهور عملت ستيل جاستريك اوبيراسيون، نقصت في المعده نتاع تاعي. وكي عملت الريسيرش تاعي كنت نعرف اللي راهو فما بوسيبيليتي اللي شعري باش يطيح، اما كي قريت الحكاية تمبوغير ومن بعد يرجع شعر نورمال. دونك البريود لولا سافا، وفي الخريف وقت سبتمبر بديت نشوف في شعري طايح على الاخر ولا خفيف خفيف وفارغ على الاخر، معناتها نجم نشوفو الجلدة نتاع راسي من شعري معناها. دونك وقتها قررت باش نمشي نشوف حد، مشيت دكتور جيهان ثقيل موجودة في كلينيك الفارابي في المازا سيس، نخلي لكم الانفورميشن نتاعها الكل في الديسكريبشن بوكس، عندها زادا باش فيسبوك وكونت انستغرام، اذا كان عندكم اسئلة تنجمو تسألوها هي، شيز ذا اكسبرت. سينا مشيت لها حكيت لها عن الهيستوري بتاع شعري، وشافت لي شعري وتفهمنا باش نعملو دي سيونس تاع بي ار بي وميزوثيرابي. حاجة نحب نحكي عليها اللي راهو كل طبيب والبروتوكول اللي يستعملو وكل باسيون وشنو يستحق، معناها الحاجات اللي عملتهم انا مش بالضرورة باش تمشي مع الناس الكل، كل واحد والكام تاعو وكل واحد وشنو يستحق. دونك باش نبدا نفسر شنو معناها بي ار بي وشنو معناها ميزوثيرابي. بي ار بي stands for platelet rich plasma، معناها كي نجبدو الدم ونحطوه في السنترفيوج فما بارتي البيضة هذيكا فيها برشا platelets اللي هما فيهم growth factors. growth factors هذوما دي موليكول باش يعاونوا لي سيلول اللي عندنا باش يطلعوا شعر جديد، معناها كي نعملوا انجكسيون البلازما هذيك في الجلد تاع الشعر، لي موليكول هذوما باش يفيقوا لي سيلول اللي عندنا في شعر في البدن كلهم موجودين، اما لي سيلول تاع الشعر باش يتعاود الشعره تطلع. البروتوكول نتاعي انا فيه 3 سيونس نتاع بي ار بي، سيونس في الشهر على مدة 3 شهور. دونك كل سيونس نمشي مرة في الشهر، نعاود نذكركم يجبدوا لي الدم ونستنى ما بين نص ساعة وساعة حتى يعملوا يفرقوا ما بين البلازما والدم، ومن بعد نرجع للكابيني مع دكتور جيهان. عندها بيستولي، البيستولي هذي تعاون يكونوا الانجكشنز كلهم نفس الكونتيتي، معناها كل دقة تنجكتي نفس الكونتيتي متاع البلازما، هكاكا شعر الكل يتغذى بنفس الكمية. معرفش إذا كان making any sense ولا لا. الحقيقة السيونس الأولى الشهر الأول ما وجعتنيش بالكل، معناها جوست هكا دكا وكل شيء سوبر تابل. الوجع حسيتها بديت اخر سيونس، معناها كل دكا نحسها كي سالتها ابارامون الجلده معناها حيات وهذاك علاش وليت نحسها اكثر.
مع البي ار بي زيد عملت 4 سيونس تاع ميزوثيرابي. كي نحكي ميزوثيرابي راني نحكي ميزوثيرابي ليش نعرف خاطر فما ميزوثيرابي للوجه. شنو هي ميزوثيرابي؟ كيف كيف انجكشنز يتعملوا للجلده نتاع الراس. اما في بلاصه ما نجكتي البلازما كيما البي ار بي، الميزوثيرابي تعمل لك انجكشنز نتاع دي فيتامين كيما البيوتين، لي فيتامين بي، والحقيقه ما نجمش نسميهم لكم الكل، اما خليط نتاع دي فيتامين، وهذوما كيف كيف باش يعاونوا اشعار باش يطلع وباش يغذيو الجلده وباش يغذيو اشعار اللي ديجا موجود. بي كيفاش كان البروتوكول نتاعي؟ دونك 3 سيونس بي ار بي و 4 سيونس ميزوثيرابي. أول سيونس بي ار بي، بعدها بجمع عملت سيونس ميزوثيرابي، وجمع لي بعدها سيونس أخرى ميزوثيرابي، ورتح جمع، وجمع الأخرى نرجع نعود بي ار بي ونعود مرة أخرى نفس الحكاية حتى لين كملت البروتوكول بتاعي. عندي توا جمعتين هكيكا. وقتها تبدأ تشوف الريزولتا متاع البروتوكول هذا كل، نورمالمون بعد 3 شهور تبدأ تشوف ريزولتا، والريزولتا فينال تشوف بعد 6 شهور. أما أنا من الشهر الثاني الحقيقة بديت نحس في تحسن ملحوظ على الأخر في شعري. ديجا انتوما في الانستغرام اللي تابعوا فيا كل مرة تعملوا لي الغمارك، وحتى كنشوف صحابي وقال عائلتي عندي مدة ما شفتهمش يلاحظوا ديريكت اللي شعري تحسن وتعب على قبل. وتوا الغلا عندي توا معناها 3 شهور وشوية نحس في فرق كبير على الأخر. معلش باش نحاول نوريكم، قبل كنت بالحق تشوفوا هكا فراغ كبير على الأخر، معلش كنت نرجع لتصوري تو تشوفوا اللي شعري ديما هكا مفروق على جنب، على خاطر ديما هكا هو، على خاطر ديما نحب نغطي الفراغ. I look like an idiot doing this, it's okay. فما حاجة نمت عليها اللي أنا ما صورتش تصويرة شعري أول ما بديت البروتوكول، على خاطر بالحق فرق كبير عن الأخر. أما طرحت لكم تصور كيفاش كان شعري قبل وتصويرة توا ولا ديجا هاكم شفتوه باش تاخذوا فكرة على الفرق. أبار الحاجات هذوما الكل في البريود هذه كل متاع 3 شهور ولا 4 شهور اللي فاتوا، برشا حاجات نحيتهم وبدلتهم، ما عادش نصبغ شعري بالكل، ما عادش نعمل كيراتين شعري، كنت ديما نعمل كيراتين شعري، لاهية بشعري، ما عادش نعمل الفلات ايرن برشا، جوست نغسلو ونعملو بلوشينغ مرة في الجمعة. سينا نصحتني زادة بشامبوا ولوسيون التوا نستعمل فيهم، البراند بتاعهم سيستيفان، it's so hard to pronounce، دابوزة اللي هذي تنصوري لكم على قريب باش تشوفوها. شامبوا انتي شوت 0% بارابان سيليكون فينوكسي اثانول، واللوسيون هذي هي كيفاش فيشة نفشفش بها البلايص الفارغين في شعري نهار بعد نهار. دونك نصرف شامبوا اكاهاو، معادش نستعمل ماسك لا ابخي شامبوا، والا ساعات كي نحس شعري شايح نعمل دي بان دويل، نحط كوكونات اويل، اوليف اويل، حسب اي نوع تاع زيت نغرق في شعري ومن بعد نغسلو. واللوسيون هذي كيف ما حكيت لكم هاكا في الليل قبل النوم نفشش بها، وكهو حسيتهم افيكاس على الاخر. دونك اذا كان شعركم طايح هذوما زوز نصحكم بهم على الاخر. حاجه اخرى باز راكم لاحظتوا اللي انا قصيت شعري، أبار اللي أنا ياسر مغرومة مقصرة شعري وكي طول شوية زدنا نعاود نقصو، حبيت نقصو باش نقص كلي بارتي المهلوكين والمصبوغين والمدقدقين باش كي يرجع شعري يرجع يطول على قاعدة نتلهي بيه ونخليه في صحة جيدة. هذه هي الفيديو تاع اليوم، إذا كان عندكم أي سؤال خليني لي كومنتار، إذا كان عندكم أي فيديو تحبوني نصورها ولا حاجة تحبوني نحكي عليها كيف كيف. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram، نخليلكم somewhere over here. I'm more active on Instagram، ديما موجودة يوميا نبارتاجي معكم حياتي الحاجات اللي نعمل فيهم. Thank you so much for watching، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جاية. باي باي.